شاهدة العيان القادمة مباشرة من سوريا السيدة أنهار كوشنيفا. مرحبا بك سيدة كوشنيفا. بحكم أنك تزورين سوريا بطريقة منتظمة، هل لك أن تصفي لنا واقع وحقيقة ما يحدث على الأرض في ظل تضارب المعلومات، سواء عبر القنوات الإخبارية أو كذلك روايات مختلفة، سواء من المعارضة أو من النظام؟ يعني انا صار لي اني نزلت مره ثالثه، ويعني انه حتى يعني مش انه انزل وقعد بسوريا، بطلع برا انا بشوف وضع بالحدود، مثلا وضع بالحدود مع لبنان مع الاردن، مشان ما حد يحكي انه في لاجئين، انه هذا مش مزبوط الحكي ما في شيء. يعني اللي عم بشوفه يعني يعني كيف يعني عم بشوف انه وضع عم تتغير طبعا من زياره لزياره، بس بشكل عام انه في فعلا في تضارب معلومات وتضارب معلومات كاذبه. نعم، لكن وأنت هناك تمارسين الحياة الطبيعية العادية في الشارع السوري. بطلع بالشارع بشوف ناس، بجي زيارات، بسافر بالباص، حتى بالليل بسافر عن طريق درعا، وسافرت بالليل من طرطوس لشو اسمه للدقية، كان يعني باصات هلا حاليا باصات ما بتروح، انه بخافوا انه ما في ركاب يعني بالليل كثير، بس اخذنا يعني اخذنا تاكسي وطلعنا، ما في شيء يعني. يعني الحياة عادية، وحتى بالنسبة بالنسبة لزيارتي السابقة يعني صارت أفضل. ليش؟ لأنه مثلا زمان من شهرين هذا نفس الطريق، طريق الساحل، كان في مثلا كان تحت كل جسر كان في يعني نقطة الجيش، لأنه كان يخافوا من تفجيرهم. هلا ما في، يعني شفنا اثنين ثلاثة بس هيك، يعني مش إنه عند الجسور يعني، وهيك أمن بشكل عام. نعم. وش اسمه العالم هلا هم نفسهم من بيقولوا إنه حتى الأحداث هلا يعني تغيرت كمان، إنه بأول أحداث ما كان في إرهاب، بس كانوا يخافوا إنه ما بيفهموا شو اللي عم بيصير. نعم. بس هلا في إرهاب، ودمن إنه في إرهاب، إنه عالم بطلت تخاف وبتسافر وحركة، إنه حتى يعني هذا فقط مجرد كلام. هذا مجرد كلام. انت زرت عده مناطق في سوريا، ما هي المناطق التي زرتيها في سوريا؟ شو اسمه بصفرة هاي كنت بالشام، وكنت بشو اسمه مناطق الساحليه، انه كنت احكي طرطوس ولدقيه، وطبعا حلب. زرتي حلب؟ هاي المره ما زرتها، بس حلب بحكوا انه يعني هي من بدايه احداث ما فيها شيء. نعم. يعني شو ما حاولوا يعملوا شغلات، يعني عمليات استفزاز، يعني ما زبطت معهم، يعني نعم. ما بتزبط هي يعني الحقيقة. حتى امبارح حكت معي واحدة روسية بتقول كيف يعني معناته هيك، يعني بالشام يعني السلطة شوي مسيطرة على الأمور، بس الباقي بحكم من قال لك؟ يعني مش قصة رحتي على إدلب، دير الزور، جسر الشغور. جسر الشغور ما رحته يعني بصراحة، بحكم ما في شيء. حاولتي يعني أن تستطلعي رأي حواليك حولك أنا المرة الماضية مثلا طلعت درعا، ما الذي يقوله الناس في الشارع؟ كيف تتحدث؟ إن الأغلبية بيقولوا إنه تعبنا من هذا شو اسمه الأمور، وبدنا الأمور ترجع زي ما هي كانت أول، وإنه يعني لما بفتحوا التلفزيون بشوفوا شغلات هذا الكاذبة، يعني منجنوا منها. يعني هلا ليش عم بشدوا حالهم على فكرة؟ بتعرف ليش عم بشدوا حالهم بالأكذاب هاي بهاي أسبوع بالضبط؟ نعم. يعني هاي ما بحكوا انه استشهدوا ما بعرف 50، وين؟ ما في. ليش؟ لانه ما صار لك اول امبارح صار شو اسمه نص سنه للعمليه كلها. لكن من اين ياتون بهذه الصور التي تظهر على الشاشات؟ هذه الصور انا في ناس انه من زمان كانوا يقولوا لي انه شو اسمه مثلا في بصوروا بيطلعوا 15 دقيقه مظاهره بصوروها. شغله ثانيه انه هاي عرضت شو اسمه بالقناه الدنيا، عرضوها انه بعتكت جزيره قالت انه في كانت في ركه كانت مظاهره فيها 25 مليون، بس في يعني سوريين يعني قعدوا بالسطح الدار اللي كانت هاي المظاهرة ماشية تحتها، حسبوهم واحد واحد، طالع انه في 20 صف، لا 30 صف، فيها كل واحد 20 شخص، بس بيناتهم حوالي 4 امتار، يعني كلياتهم حوالي 600 شخص، بس يعني اذا بتصوري من تحت مش من فوق هذا هي يعني 600 واحد شيء بجوز مجرم، يعني دولة ما بتتوظفه بده ينتقم منها شيء طالع. يعني العصابات موجودة في كل العالم وفي كل الدول طبعا. هاي اللي عم بيصير، بس هلا هاي يعني 600 شخص طلعوا هم يعني راي شو اسمه الشعب السوري كله؟ لا،
نعم، إذن المعارضة تتحدث عن أن هناك قمع كلي من الأجهزة الأمنية أو من الأمن للمحتجين، والسلطة تقول بأن هناك مسلحين في هذه المظاهرات. يعني أنت هل حضرت مظاهرات واحتجاجات من هذا النوع وشاهدت ما يحدث فيها بالضبط؟ هل رأيت مسلحين وسط المحتجين؟ أنا شوفي وقد ناصر كما يقال. أنا حتى زيارتي السابق الماضية أنه كان شو اسمه كان في معي 2 صحفيين الروس حبوا يشوفوهم، دورنا وين هون بدنا نشوفهم، ما في حدا بس انه ما في حدا. مين يعني ما في معارضه اللي طالما بتطلعي على الشارع بتشوفيهم يعني؟ والامن كيف تتصرف الامن؟ شوفي هلا كيف يتصرف الامن؟ نعم الامن، شوفي بالنسبه للامن انا امبارح بالليل قعدت مع واحد صاحبي يعني واحد رفيقي، يعني هو شو يعني بحكي لك انه يعني ما بدنا نحكي يعني هلا شو الوظيفه، بس انه شغله يعني ما لها علاقه بالشو اسمه بالخدمه العسكريه بشكل عام، بس هو احتياط يعني عنده شغل ثاني. نعم. انه هو حكى لي شو اللي عم بيصير، كيف بيقتلوهم وبكونوا من كم شهر قتلوا زلمه انه هو كان بشتغل بالقنصلية السورية بالفرنسا جايبينه اختياط قتلينه، يعني هاي اللي بطلوا مثلا بالمظاهرات بوقفوا